الله يسلمك لك. هو لو في يوم كان الحمل على الثقيل وتايه لوحدك مش لاقي دليل والهموم تخلي الليل طويل وترميك في غربة ومرارة وغير يبدأ بيك تلقى دايما حواليك هو الله هنا هنا انا بك انا نقول بالك انا في هلاله انا دوك مازلنا انا نمشي واحد 2 كيلومتر هنا من ايه دوك نعاودوا نطلعوا طلعوا من هنايا بالك تكون واحد 15 كيلومتر كلش وانا في وسط البلوط ها ما شاء الله ولك انا ما مشعلوا ما الناس تجي لهنا تقعد ها تطلق الزيتون اه هم اللي باقي هم عجبهم الحال هذه بنتي هذا عبد العظيم هو هنا الشاطر تاعنا سي الياس اه عبد العظيم قول يا الله بعيد عنك مش بعيد ما تشيلش هم ولا تشعر بضيق قول يا الله اهدي لي يا قلبي عشان اتوب امحي الذنوب واهديني Va vers Allah, il n'est jamais très loin. Fais-lui confiance, lève tes mains et prie. Oui, Allah, guide nos pas, protège nos doléances. Tu es le seul qui puisse nous montrer la voie. Inshallah, inshallah, inshallah.
car Allah est toujours proche de toi. Inch'Allah, 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 tu trouveras ta voie. Va vers Allah, il n'est jamais très loin. Fais-lui confiance, lève tes mains et prie. Oh, ya Allah. السلام عليكم. الحمد لله الحمد لله. مشينا بالك على 17 كيلومتر ولا ما في وصلنا لاتيه ولا خد حنا شويه روتين شويه استان سبور مورال قد كيما يلزم الحال ماشي قال ونعاودوها ان شاء الله لاتيه مليحه كليمه مليحه صباح كان شويه البروده صار العشيه ما شاء الله هايله كاع ولا لاتيه ولا خو ما على باليش انا دراري اسبوع عجبتهم الحال ما عجبهمش الحال عجبنا الحال طلعنا الفوق في الجبل وبدينا ندورو لك طول بلوط غدينا زيدو نولو زيدو نولو ان شاء الله يا بصحتكم زيد انت واش عجبك انا صحيت السلام عليكم حتى اخويا ان شاء الله واهدين الطريق.